حوار كبير بين الفريقين. الكرة في القائم الثاني خطيرة، والهدف والهدف الأول لفائدة الملعب التونسي. هدف ممتاز، هدف مباغت. الهدف الأول لفائدة الملعب التونسي، وهي فرحة اللاعبين. كرة كانت ركنية لفائدة الملعب التونسي، وغازي العيادي فعلا، غازي العيادي ينجح في مغالطة الحارس عبد السلام الحلاوي. كانت كرة ذكية من الملعب التونسي، وغازي العيادي يمنح التقدم لفائدة الملعب التونسي في ربع ساعة لعب. شوف التنفيذ، الركنية كانت في القائم الأول بالرأس هيثم الجويني، والتحقيق الهدف الأول عن طريق غازي العيادي.